كان يعني المسرح يحاكي قضايا اجتماعية وإن كانت، فانتو قاعد رد نشوف ممكن المسرح يرد نظرته مثل ما كانت في السابق على كلامك. شيء لا يقولون زدت السعر عليهم. لا لا أي سعر سعر. كمنتج أنا قاعد أتكلم. لا بالعكس والله، هي وكل الفنانين كانوا متعاونين بصراحة. لا أنا جدا يعني سعيدة بهذه المسرحية، يعني إضافة لي، يعني أنا ما اشتغلت مسرح كبار ولا يعني، أو إنه خلينا نقول ما مثلت على خشبة مسرح، تمثيل تمثيل يمكن الطفل أكثر استعراض وكذي، بس هذا تقليل من الأدوار اللي مثلتيها في السابق. أنا جدا أحب مسرح الطفل، وايد أحبه، مو قاعدة أقلل من مسرح الطفل وهذا، بس هذا شيء ثاني. هني قاعدة أمثل مو بلاي باك، صوتي قاعدة أأدي، قاعدة ألون في أشياء. طبعا الأستاذ عبد العزيز ما قصر معانا، بروفات كانت قوية، وصدق إن إحنا كنا مشغولين مع مسلسلات وكذي، بس الحمد لله إن بالنهاية قدمنا شيء حلو. يعني دائما يعني مثلا الناس على بالهم إن أنا البنت اللي بس تدلع وما تبي تمثل صدق، أو لا 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 مو كذي أنا. يعني